ممكن نعيد تدوير الملابس كاملة، في حاجات بتتحول لاكسسواري من كلاسيك ومن كاجوال، باكسسوار بكذا حاجة، باكسسوار شغل هاند ميد، شغل عادي، خياطة أو شغل تركيبات. في الابليكة زي كده دي بتركب في ديل او بتركب في وسط، بتحول الحاجة يعني الحاجة من كلاسيك لسواري. وفي كذا نوع اكسسوار تاني، ده بيحول من الشميز العادي لكاجوال. وفي دي برضو بتركب في الفستان او بتركب في الشميز، في دريس، في كذا حاجة. الافضل الخياطة ليها طبعا، بس عشان احنا بتتغير كتير دلوقتي، الاشكال بتتغير كتير، بقى بيعملوها لزق. في الوقت الحالي الناس اتجهت كتير لإعادة تدوير الملابس بسبب الغلاء اللي احنا فيه. هو ثقافة إعادة تدوير الملابس بتبقى عند السيدات أكتر عشان بيحبوا يطوروا دايما. الرجالة يعني بتساعد بالمادة، في حاجات زي كده بتتحسب المتر، بتاعها ب15، وفي حاجات زي كده المتر بتاعها عامل 25. الاكسسوار بيتباع بالقطعة او بالميزان. في حاجات القطعة بتاعتها بتعمل جنيه، وفي حاجات القطعة بتاع الوزن بتاعها بيعمل 10 و15 و20. هو في حاجات بتيجي عايزة حاجات سيمبل، في حد بيجي لي يبقى عايز حاجات سيمبل، تمام. ممكن حاجة زي كده لو اتحطت عليها تخليها يبقى شكلها ظريف من غير بهرجة في الحاجة، تمام. وبالذات في الخامات اللي بتبقى الكتانات والخامات الحراير والحاجات اللي زي كده، مفيش حاجه بتلبس مره واحده. ادام هي مش منقوشه، ما فيهاش نقشه كبيره، او ما فيهاش اخطاء في الـ القماشه نفسها، ان معيوبه القماشه، يبقى ينفع يتعاد تدويرها. Vigo.